جانا وفرحنا بو بعد غيابو أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابو أهلا للنفس بتقواها. كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيكم بأول أيام شهر رمضان المبارك. إن شاء الله يا رب هالشهر الفضيل بيحمل كل الخير والبركة لكل الناس. مساء الخير يا آية، كل عام وانت بألف خير. مساء الخير ورد، كل عام وانت بألف خير. كل عام وانتم بألف خير مشاهدينا. يعني الحمد لله رب العالمين أعاد علينا رمضان، ونحن محظوظين يلي عم نقضي رمضان تاني بهالحياة لحتى نستغل دائما كل شيء فيه، ونحاول قدر الإمكان إنه دخلنا رمضان يمكن بدعاوي جديدة بأمنيات جديدة عند كل حدا فينا. فكل حدا يمكن لازم يبدأ شهر رمضان بصفحة جديدة، نقرر إنه هي تكون الصفحة خالية من أي كره، من أي حقد، من أي شيء زعجنا خلينا نقول، ويكون التسامح هو عنوان جديد لنا يكون بدايته شهر رمضان. ويا رب هالشهر يجي ويغسل كل شيء هيك يعني بقلوبنا من 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 شر، أو من يعني كثير واحد بيصير معه مشاكل أو ضغائن حتى أكيد. فيا رب يكون عنوان هذا الشهر التسامح وهيك المحبة للجميع. آمين يا رب. رمضان يأتي كل عام ليذكرنا بعظمة فعل الخير مهما كان صغير أو حتى كبير، وليحثنا على غرس الرحمة وقيم التسامح والتعايش والإحسان في قلب ووجدان كل إنسان.
تجيء يا رمضان بروحانياتك التي تحمل معاني الطهر والصفاء، تجيء كمحطة نستريح فيها من أثقال وأعباء الحياة، تجيء مهذباً للنفوس، غاسلاً للخطايا، داعياً إلى التسامح والألفة والوئام، تجيء تقياً مؤنساً سامحاً. مبارك عليكم الشهر الفضيل والرحمة للجميع يا رب بهذا الشهر، كما يقال أوله رحمة. سنكون معكم دائماً كل يوم آية وأنا بمثل هالوقت. كل عام وأنتم بألف خير. لطالما ارتبط الإنشاد بروحانية أي مناسبة دينية وخصوصاً شهر رمضان، لياخذنا دائماً برحلة من الصفاء والعذوبة من خلال أصوات عم تنشد كلمات بحب الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاريخ الفن الروحاني بيرجع لمئات السنين، ومع الوقت صار له أشكال كثيرة وعديدة ومرأ بتطورات سواء بالكلمات أو الإيقاعات أو المقامات أو الألحان يلي دخلت عليه، وأيضاً المؤذنين والمنشدين أبدعوا بالتفنن فيه. بفقرتنا رح نبحر بعالم الإنشاد لنعرف أسراره يلي بتأسر الروح والقلب، ورح ياخذنا بهالرحلة بضيافتنا لليوم الأستاذ عبد الهادي المؤذن الباحث في الشؤون الدينية والفنية وعضو في الفريق للإنشاد فرقة البشر للإنشاد. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير إن شاء الله أستاذ ورد، أنت والمشاهدين مستمعين. أهلا وسهلا فيك. رمضان مبارك وعليك إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ. بداية نحن عم نحكي قديش الإنشاد بياخدنا فعلا لعالم حلو من روحها ومنضيع، يعني لما نحن نكون عم نسمع الإنشاد. خلينا نحكي تاريخيا، إمتى بدأ وظهر الإنشاد وشو كان الهدف منه؟ الإنشاد قديما بدأ عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وخرجوا أهل المدينة مصطحبين الدفوف والنساء والأطفال يرددون بطلع البدر علينا. من هذا الوقت، من عهد رسول الله ومن قبل عهد رسول الله، الغناء والإنشاد. فالإنشاد هو لغة التواصل في العالم، هو فن، وتعدد الفن به. إذا وصلنا به إلى دمشق، بدمشق يعود تأسيس الفن الإسلامي، الإنشاد الإسلامي، إلى الشيخ عبد الغني النابلسي منذ أكثر من 300 سنة. أسسه في جامع بني أمية، ومن بعدها انتقلت إلى الفرق الإنشادية. وأول فرق إنشادية بدأت في القرن الماضي هي فرقة الأستاذ عبد العالي الجرشي، و
تمام. توفيق المنجد وأسماء عديدة كانت في طبعاً. دمشق وفي حلب وفي باقي المدن السورية يشهد لها بالأصوات العذبة وبحفظ هذا التراث وبالإضافة عليه. طالما عم نحكي على الإضافة عليه، تغير الإنشاد شكله من أيام زمان لليوم. نعم. على طول في ناس متمسكين بالكلاسيكية وناس لا بتقول لا مو غلط ندخل نحن شيء حديث، آلات، أصوات، مقامات. أين نحن اليوم في الإنشاد بسوريا؟ لا، الإنشاد له مدارس عديدة. هلأ إذا بدنا نجي على المدارس بدمشق وله يد بيضاء كبيرة سيادة وزير الأوقاف دكتور محمد عبد الستار السيد، تحت إشرافه بشارع بغداد مؤسسة بمجمع النور الإسلامي مدرسة، ويشرف عليها كبار المنشدين منهم الأستاذ منير عقلة، الأستاذ نور الدين خورشيد، الأستاذ عماد رامي. تمام. يعني سؤالي كان أنه إدخال الجديد في الإنشاد هل يذهب حلاوته؟ هل يذهب روحانيته؟ الإدخال الجديد لا يذهب الروحانية الإنشاد، وإنما يذهب روحانية الإنشاد الكلمة الكلمة الغير مناسبة بالإنشاد. يعني الإنشاد هو يجب أن يكون به التصوف. تمام. تصوف، ومن زاد عليه مثل ما قالوا ساداتنا أهل الله أهل التصوف، من زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. فالإنشاد هو تصوف. تمام. يعني هو صلة الوصل بين العبد وربه بكلمات أبداً. عذبة، بكلمات مدروسة، بألحان راقية ونبيلة. الإنشاد اللي بين هلالين العرايسي، هذا اللي عم يكون بمجالس الأفراح، أوكي أحيانا عم يكون فيه ارتجالات. ذوي الشأن بالإنشاد بيقولوا نحن بغنى عنا. يمكن ضيق الوقت اليوم معنا رح يسمح لنا نسمعكم مرة جديدة، ولكن ما رح يتيح لنا حوار مع حضرتكم بمدة أطول، وهذا من سوء حظنا، لكن أيامنا القادمة رح تجمعنا لنأخذ بعدة تساؤلات ثانية. نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. بارك فيك، أهلا وسهلا. شكرا إن شاء الله كل عام وانتم بألف ألف خير. وانت بألف خير. خير يا رب. حنرجع أكيد لحتى نسمع شيء من الفرق اللي بعدها، يعني هيك متحمسين لنسمع الكتير منكم. تفضل. بعد زماني وتشوقي وجدا وطول حناني رمضان أهلا يا حبيب رمضان أهلا يا حبيب ومرحبا عيد القلوب عيد القلوب وفرحة أكواني بشرى لأمتي أحمد برباحي بشرى لأمتي أحمد برباحي رمضان أقبل كي يزيل جراحي رمضان شهر عبادة وفضائل رمضان شهر عبادة وفضائل قد أشرقت أنواره يا صاحي رمضان شهر عزائم ومكارم رمضان شهر عزائم ومكارم تشفي فوائده أذى الأرواح يا فرحتي بلقاك بعد
وتشوقي وجدا وتشوقي وجدا وطول حناني رمضان أهلا يا حبيب رمضان أهلا يا حبيب ومرحبا عيد القلوب عيد القلوب وفرحة الأكوان الله 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 لا إله إلا الله 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 فعن حملي زادي أنا نافي غنى الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله وعودتنا كل فضل عسى وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله 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 لا إله إلا الله أغلب كبار السن أو أصحاب هيك الأجيال القديمة لما بنقعد معهم ورد بتلاقيهم عم يتذكروا أيام الماضي كيف كان فيها شهر رمضان وعن جد أوقات بنقول لهم نيالكم لأنه كان في يعني عم بيعيشوا التفاصيل والطقوس بكل ما تحمله يعني الكلمة من معنى صح. وللأسف يمكن بهالوقت تفرقنا يعني امبارح كنا هيك قاعدين بجمعنا رفقاتي وعم قلنا تفرقنا ما عاد في عيلة للأسف. يمكن كاملة كل حدا فيه مسافر أو ناس فنن لا كان عندهم يمكن ساعات أكثر يقضوها مع بعض يكونوا قراب أكثر من بعض الطلعة بعد صلاة التراويح الأقارب الجيران يعني تفاصيل كثيرة يمكن خسرناها بهالوقت ولا في سوشيال ميديا عندهم ولا في تلفزيونات صحيح. كان فكانوا يقضوا رمضان فعلا ينطروا من السنة للسنة صح. بتساليه بطقوسه بعاداته وتقاليده وبين الماضي والحاضر
في فجوة كبيرة بيشعر الناس اليوم نتيجة اختلاف هالعادات والتقاليد الرمضانية عن الأمس، حيث باتت الطقوس الرمضانية السابقة مجرد ذكريات عابرة. فشو أبرز الذكريات الخاصة بهالشهر الفضيل يلي اختلفت عن اليوم؟ رح نعرف بهالتقرير. لقدوم شهر رمضان المبارك ذكريات وتاريخ طويل للعادات والتقاليد والاحتفالات بحلول هالشهر الكريم، هالشهر المليان إيمان ومحبة بيجمع القلوب على التسامح، الصدق واللحظات الحلوة يلي بتبقى بذاكرتنا، ومنتمنى نرجع نعيشها مرة تانية. فكل يلي عاش هديك الأيام بيعرف إنه رمضان له وقع خاص وطقوس جميلة مليانة دفى ومودة بين الناس، لكن مع مرور الأيام وتسارع التطورات ومواكبة الناس لها الحياة العصرية صار في تغيرات كبيرة طالت العادات الرمضانية وغيرتها وبدلتها وأفقدتها النكهة المميزة. فما بين رمضان الماضي ورمضان اليوم شو يلي تغير؟ رمضان من زمان كان له طقوس خاصة، يعني مثلا كان الناس تسكب لبعض، كان مثلا كلهم هيك يحبوا انه يلتموا سوا كذا. هلا للأسف لا، ما في هيك شيء. أنا بتذكر نحن وصغار مثل ما بيأكل أول بيت برمضان بيأكل آخر بيت. هلأ سوونا البنايات، جاره ما بيعرف مين ساكن فوق، هذا اللي تغير بس. فرق كبير يا عمو بين أيام زمان، كان في بركة، في رحمة، في محبة، في ألفة. هلأ ما حدا بيعرف حدا، كان الواحد يطبخ طبخة يجي على الصفر عنده 23 نوع. الأوضاع والظروف والغلا والمعيشة، البركة أهم شيء. بيختلف كتير بالكرم، بالحياة الاجتماعية، بكل شيء، يعني بكل مكوناته رمضان اختلف. قديم يعني كانت العادات مختلفة، التحضيرات مختلفة، والفقر كمان مختلف. يعني أول الواحد لما يجي رمضان يحتفل فيه، هلا ما في هالشيء. كتير كتير اختلف، كان في رحمة، في مودة، في عطاء. أنا أحس ما اختلف شيء بالموضوع، إنه لسه الناس أكتر تحب بعضها. اللمة الحلوة هلا ما في، كل واحد هلا أسأله كنفسي. كل سنة منبقى منتظرين بفارغ الصبر لنعرف موعد بداية الشهر المبارك، فحتى لو اختلفت العادات وتطورت الحياة بيبقى له نكهته الخاصة وتفاصيله المختلفة. أهلا وسهلا مرة تانية، كل عام وأنتم بألف خير. العديد من الأمور يلي عم تلاحق الشهر الفضيل وللأسف عم تكون موجودة فيه وتفسد الروحانيات عند الناس، سواء متابعة المسلسلات أو الالتفات للمواضيع الكمالية. هذا الموضوع لابد منه برمضان، ولكن لازم كمان ما ننسى الأمور الروحانية يلي رب العالمين فرض الشهر الفضيل كرمالة العبادات والطاعات يلي هي مستحبة بهذا الشهر. كرمال هيك اليوم نحن معنا فضيلة الشيخ مؤمن عادي، عضو المجلس المركزي بالفريق الديني الشبابي، لنروح لروحانيات شهر رمضان، نستذكر كيف ممكن نحن نكون مع بعض بهذا الشهر فضيلة الشيخ، لحتى ما نضوع ولا ساعة دون عبادة ودون طاعة. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير، والوطن بخير، والجميع بألف خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر مرارا وتكرارا، وقد فرج عنا وعن بلادنا ما أهمنا وأغمنا، إنه على ما يشاء قدير. وجزاكم الله خيرا على هذا الموضوع، هو الذي يعني حقيقة هو يجب أن يبتدأ رمضان به، وله من الأهمية والوقع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب يستفيد الجميع اللي عم يتابعونا بهالخصوص. فضيلة الشيخ، نحن معنا استطلاع رأي عن الموضوع يلي رح نتداوله مع حضرتك، رح نشوفه ونرجع لنعلق عليه. خلونا نشوفه. بسم الله. شو الأمور يلي بتعملوها لنحافظ أو نعزز على روحانية هالشهر؟ أكيد يعني شعر الصلاة، الصيام، صلاة التراويح، قيام الليل، قراءة القرآن، هاي يعني أهم شعائر اللي بنعملها في شهر رمضان الكريم. شعائر هذا الشهر الكريم والفضيل كثيرة، منها صلاة القربة والرحم
والعلاقات الاجتماعية مع الجوار. الصلاة، العبادة، التراويح، صلاة التراويح، صلاة قراءة القرآن، الصلاة، الأذكار، السنن بشكل عام، الصلاة والقيام والصوم والصدقة والإحسان، هذا أهم شيء. أول شيء الصيام، ثاني شيء الزكاة، أهم شيء يعني في رمضان بوقتنا هذا، إنه صار الواحد المعيشة صعبة، يعني الواحد يطلع بجاره بصديقه بأخوه، أهم شيء. تمام، بداية الأمر نحن بنحاول نعمل ممارسات لهذا الشهر من خلال العبادات الأصلية المساوية، من خلال صلواتنا، من خلال العبادات والأدعية اللي بنمارسها. بداية ثاني أمر نحن بنحاول نعمل ديكور أو شيء معين نحافظ فيه على هذا النمط، يعني من خلال الأمور الزينة أو الديكور معين لشهر رمضان المبارك. يعني كما رأينا بالاستطلاع أنه معظم الناس بتحاول بشهر رمضان المبارك ترجع إلى الله. التوبة مستحبة جدا في رمضان، خاصة ببدايته، الروحانيات والصدقات والزكاة. فضلت الشيخ، شفنا مع بعض أنه الحمد لله في دمشق وفي سوريا إجمالا لساتنا نحن الإسلام يصدح بكل الأماكن، والعادات والتقاليد إن كانت مجتمعية فهي مستوحاة من الشرع الإسلامي. ماذا أراد الله عز وجل عندما فرض الصوم أيضا في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من فريضة الصيام؟ هذا السؤال أجاب الله عنه سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ قال: لعلكم تتقون. هنا لعل أي لكي تتقوه، أي لكي تتحلوا بالتقوى. ولكن ربما يقول قائل: ما علاقة الصيام بالتقوى؟ وكيف نصل بالصيام إلى التقوى؟ هذا أيضا ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معاشر الشباب، وخاصة التقوى هي عسيرة على الشباب دون الكبار والكهول، لأن ذاك الذي قد يعني قطع من العمر السنين الطوال في آخر عمره أو عندما يكبر يعلم أن الدنيا تحتاج إلى تقوى، وأن الصلاح في هذه الدنيا يكون مع التقوى، والتقوى هي عنوان الاستقرار. ولكن بعدما خاض تجارب، ومنهم من يكون على شرع الله من بادئ الأمر فيعلم أن التقوى هي الأنجى والأصح. طيب، كيف أو ما الرابط بين الصيام والتقوى؟ أغلب الشباب أستاذ ورد، ما الأمر الذي يقعون فيه يعني وهو بعيد عن شرع الله وفيه مخالفة لشرع الله؟ أولا غض البصر، لا يستطيع أغلب الشباب الشهوات الجنسية، يعني الشهوات الفيزيولوجية، الشهوات، شهوة الكلام وتلك الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب الشباب على وجه الخصوص والخطاب لجميع الأمة عموما: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ قال: فإنه له وجاء، وفي رواية أخرى: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالصيام جاء مدرسة ربانية لكي يرشدك إلى التقوى، لكي تستطيع أن تسيطر على تلك الجوارح وعلى تلك الشهوات. فالصيام أراد الله منه سبحانه وتعالى أن نكون على أبواب عبادته. وزد على ذلك أن في شهر الصوم الله سبحانه وتعالى يمد لك يد العون لكي تستطيع أن تتغلب على شيطانك. كثير اليوم من الناس: يا أخي والله شيطاننا ما عم نقدر عليه، يعني شيطاني كبير، شيطاني قوي كبير يا أخي، ما بس مو كبلت وسقت إلى جهنم. فهذا هو العون من الله سبحانه وتعالى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين. الشياطين ما معنى أي حبست وكبلت، صفدت الشياطين ومردت الجان وفتحت أبواب الجنان. شوف التعبير النبوي عليه الصلاة والسلام، فتحت، ما قال وفتحت، لا، فتحت، والزيادة في المبنى دليل على الزيادة في المعنى، أي فتحت على مصراعيها. لماذا؟ إذا فتحت الجنان بالله عليك كيف هي حال الأرض؟
تتنزل عليها الرحمات، وغلقت أبواب الشياطين. ثم جاء مناد من الله سبحانه وتعالى، أنت بدك تدور التوبة، أنت عم تدور على التوبة، بدك تتوب كذا. ثم نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، الله عم يعطيك العون، أقبل، هي فرصة. منعنا عنك عبادة لك وتقربا منك إلينا ونلت الثواب، وحفظا عليك تلك من الطعام والشراب لكي تبتعد وتقلل تلك الشهوات، وأبعدنا عنك وسوسة الشياطين. فنادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فكان ذلك هو عون من الله سبحانه وتعالى لكي نطرق أبواب الهدى والتقى، ثم نلتزم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فرمضان هو نفحات أستاذ ورد، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، نفحات ألا فتعرضوا لها. وأعظم تلك النفحات ومن أعظم تلك النفحات هو شهر رمضان، كيف لا، وهو شهر أعد الله سبحانه وتعالى له خصيصا تلك المكرمات وتلك الأضحيات. وهذا ما نزل الله عز وجل فريضة الصوم من أجله، ولكن اليوم هذا جزء من تلك جزء الغايات العظيمة، نزل الله عز وجل فريضة الصوم من أجله، ولكن اليوم هذا الجزء اللي ذكرته حضرتك فضيلة الشيخ، يعني وإن كنا نحن من الناس البعض المقصرين ببعض الأحيان، ملهيات كثيرة، مشاغل الحياة، صعوبة بالمعيشة، ننسى أنه نحن صرنا ب17 ب20 ب23 رمضان وكأن شيئا لم يكن من هالنفحات اللي تعرضنا لها من دون ما نشعر. لولا رحمة رب العالمين فينا كما يقول معظم الناس اليوم ما كنا عايشين ولا ساعة. ما المستحب في شهر رمضان؟ وإذا فعلا واحد عم يجاهد نفسه جهاد مضاعف لحتى يقدر يعيش بكرامة، ولحتى يقدر يغض بصره، ولحتى يقدر يتحاشى الفواحش، كيف بدنا نشجعه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، طبعا بداية يعني أن السؤال ما المستحب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الشهر هو شهر القرآن، وقال ذلك في القرآن الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأعظم عمل وأكرم عمل وأحب عمل في هذا الشهر هو ما خصص هذا الشهر لأجله، وهو قراءة القرآن. فقراءة القرآن هي الصلة بين العبد وربه، كما ذكر أهل العلم: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب خطابا لنا، فمن أراد من الله سبحانه وتعالى أن يخاطبه فليقرأ القرآن. فأعظم أمر وأحب أمر في هذا تلاوة القرآن. حتى ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى يعني بذل الجهد من الأئمة في هذا الشهر لقراءة القرآن. الإمام الشافعي كان يتفرغ في هذا الشهر عن كل الأعمال. أنت عم تقول شلون بدنا أخي نبتعد عن الملهيات؟ كان الإمام الشافعي يتفرغ، أخي أنا شو عندي شغل؟ انهي قبل رمضان. طيب أنا عندي عمل يومي ما فيني دول المياومين، طيب حاول أنت هذا المياومي تفرغ منه ساعة ساعتين لله. أمر ماله صعب، ما عم بقول لك عود ببيتك ولا تشتغل وكذا، أمر أبدا، الإسلام ما طلب ذلك، ودين بس العمل فينا دين العمل، بس فينا نحن يعني ننظم وقتنا. يعني لا تأخذني بهالكلمة أستاذ ورد، اليوم كلياتنا قديش بنقعد على الموبايل، على الواتساب، على الفيسبوك. هلا اليوم في ميزه حلوه على الفيسبوك بيقول لك قديش عم تقضي وقت، صح؟ واذا بينزلوا لنا اياها على الواتساب يا سلام. فطيب واتساب، فيسبوك، تليجرام، حكي تليفونات والعاب وغيره، طيب معناته نحن فينا نفرغ ساعه وساعتين على اضعف تقدير لقراءه القران. فممتاز، امام الشافعي هيك كان يعمل، يفرغ حاله قبل رمضان عن كل شيء ثم يتفرغ لرمضان عن قراءه القران. كم كان يقرا من القران؟ قيل انه كان يقرا منذ الفجر حتى الظهر ختمة، ثم من الظهر حتى العشاء ختمة، ثم يقوم الليل بختمة أخرى، ثلاث ختام. طيب هذا لعل البعض يقول إنه هذا الكلام مستحيل، هذا شو الكلام، قصص تاريخية دول اللي بيشككوا كذا. أنا أقول والله أعلم رجالا وأعلم أحد من أقربائي قد توفاها الله سبحانه وتعالى كانت على هذا المنوال أو قريبا منه. فهذا الأمر بس بده أصحاب همام. نحن ما رح نقول أخي بدنا نصير مثل هدول، يا ريت نصير هدول الكبار، يعني همي طيب نحن نقرأ أن أضعف الشيء باليوم خمسة أجزاء، يعني خمسة زي شو فضلت الشيخ خمسة أجزاء ساعة ونص. هلأ منبلش بأول رمضان بناخد الشحنة
من روحانيات هذا الشهر الفضيل بعدين البطارية ومن حضراتكم طبعا مشايخنا الله يطول بعمركم، ولكن نحن منوصل لعشر رمضان منقولوا لي أنا كنت مناوي باليوم خمسة أجزاء ما عاد لحق جزء ما عاد لحق، فبيصير الملهيات كثيرة. سؤالي اللي كان الشق الثاني، كيف بدي حصن نفسي من الملهيات؟ يعني لا أريد من صومي الجوع والعطش، أريد من صومي أن يكون صوم كما يريده الله ورسوله ويحبونه، كيف؟ هذا يعني الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الصيام لكي نجوع أو نعطش أو ينحف جسدنا وتضعف قوتنا، إنما أراد لكي نتقوى على تقواه سبحانه وتعالى. فكيف نحافظ؟ الله مد لك يد العون عندما أبعد عنك تلك الشهوات تعبدا وقال أشعر بعبوديتك لله. ذكر أهل العلم أستاذ رواد أن الإنسان يعني يملأ بطنه وجوفه بالطعام، وهذا الطعام هو الذي يعطي القوة لتلك الجوارح، فعندما أضعفها الله سبحانه وتعالى أضعفها لكي يقول لك التفت إلى عبادتي. فكيف أحافظ على هذا الشعور وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وكيف أحافظ على نفسي من تلك الشهوات؟ أن ألتزم باب العبودية. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسن لنا صلاة التراويح، طبعا حكينا عن القرآن، ثم سن لنا صلاة التراويح، ثم سن لنا في شهر رمضان أن نشعر بالآخر. قال لك أنت مو بس قضية شهوات، أنت قضية أنك تفكر بالآخر. فأنا عندما أجوع وأعطش أشعر حقيقة حال ذاك الفقير، حال ذاك الضعيف. يعني سبحان الله اليوم الله يفرج عن عبادنا، كنت بالأسواق فوجدت إلى الأسعار، يعني الله يفرج، قلت اللهم ارحم من لا مال له، اللهم أعن من لا مال له. هكذا أنت تستطيع أن تحصن نفسك عندما ترى الآخر الذي يعيش في بؤس، وتعلم أنت تلك النعم التي يعني أكرمك الله بها. عندها يجب على العاقل أن يتفكر أنه وقف، أنا الله أعطاني كل النعم، لازم أشكره، لازم حافظ على النعم بالتقرب له بعبادته. أيضا مما يعين العبد على سبحان الله المحافظة على نفسه والابتعاد عن هذه الشهوات في رمضان، أن يفرغ نفسه في قبل رمضان. يعني دائما نقول يا أيها الناس قبل رمضان ما تحتاجون من المتاع، ما تحتاجون من الأمور، جهزوها قبل رمضان على قدر الاستطاعة، على كل على قدر استطاعته. أخي أنا فيني جيب أغراضي مونتي أكلي هلا قبل رمضان، طيب بسم الله. أنا فيني جيب 15 يوم أو عن 10 أيام، بسم الله. أنا فيني جيب عن كل يومين، بسم الله. قدر الاستطاعة فرغ نفسك. ثم مما أعان الله سبحانه وتعالى عباده على ذلك أنه اليوم نحن قبل الإفطار تلاقي الناس كلها سكري، طيب كم ساعة؟ المصالح خلاص ما عاد حدا يجي الشيطان إلا خليك فاتح، في شغل، في ناس، في كذا، لا سكرت المحلات سبحان الله، بيكون وقته منظم، وقته منظم. طيب هذا التنظيم، نحن بنرجع على البيت أدن المغرب فطرنا، شو بنعمل؟ صلينا 8 ركع 20 ركعة تراويح، شو بنعمل؟ والله بنرجع للتلفزيون، نرجع ل إذا في كهرباء، تمام، إذا في كهرباء، إذا ما في كهرباء نعمل جمعات، ولكن على ماذا هذه الجمعات؟ هل هي على تقوى الله أم على غيبة ونميمة؟ فيعني نقع في أمر تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، لماذا يغتاب ذاك وينم على ذاك؟ فأذهب بركة الصيام. لذلك نحافظ على هذا الصيام، هذا الصوم، ونحافظ على يعني أنفسنا ونبتعد عن شهواتنا بأن نلتزم أبواب العبودية التي فتحها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الشهر. كلمة أخيرة فضيلة الشيخ، عنوان لرمضان، نحن اليوم واحد رمضان 1443 هجرية، أريد أنا نهج عمل، خطة للتغيير، ماذا أعنوينها؟ من لم يفز في رمضان لن يفز في غيره، لن للتأبيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني تعس أنفه أو رغم أنفه وتعس عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، لأن رمضان إلى رمضان مكفر للذنوب. فإذا مرت هذه السنة ولم تتوب ولن يعني وما تذوقت حلاوة هذا الشهر، فهيهات هيهات أن تذوق يعني حلاوة التوبة والوصل مع الله سبحانه وتعالى في غير أيام رمضان. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خاب عبد أو خسر عبد أو رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. فأقول الآن هذا الشهر هو شهر الإصلاح والتوبة، شهر الصلح مع الله سبحانه وتعالى. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، الله يمد لك يد الصلح. فإذا أنت لم تبادر
لن تفوز. فشهر رمضان هو شهر اغتنام الفرص وإصلاح النفس. إن شاء الله يا رب شهر مبارك وفضيل علينا وعليكم فضيلة الشيخ. اللهم أمين. نورتنا ولنا لقاءات جديدة خلال الشهر الفضيل إذا تكرمتوا علينا طبعا. إن شاء الله. والله أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل هذه القناة هي يعني تبث الخير والسعادة بهمتكم ووجودكم إن شاء الله تعالى. حياكم الله. يتميز الشارع السوري بالعديد من الأكلات التراثية الرمضانية يلي بتشكل العنصر الرئيسي من فطور ومائدة رمضان المبارك. وببرنامجنا رح نقدم كل يوم أكلة تراثية رمضانية بيشتهر الشارع السوري فيها ومن مطابخ مختلفة. شو أكلتنا بكل وشكور رح نعرف سوا. بيقولوا إن فاتك الضاني فعليك بالحمصاني. طبق بيجتمع حوله لعائلة دمشقية فقيرة أو غنية كعادة متوارثة من مئات السنين، متفق على حبه عند الكبار والصغار ومرغوب برمضان على الفطور والسحور. عم نحكي عن أكلة الفول والفتة. أول شيء أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير، بنعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. وبالنسبة للفول والحمص والتسقية هي أكلة شعبية بكل الشام بالأيام العادية، وبرمضان لها خصوصية كتير، يعني ما في بيت بالشام يكاد يخلو من طبق الفول أو التسقية، كأنه تسقية بسمنة أو تسقية بزيت، فأساسية الأكلة. طبعا عجقة رمضان معروفة، يعني إحنا نكون متواجدين من الصباح هون بالشغل، بس العجقة معروفة من بعد العصر لفترة المغرب كونه على الفطور، يعني على الأذان المغرب، فأغلب الناس بتجي مثلا بدها التسقية تكون جاهزة على الأذان المغرب ولا بدها الفول هيك، وهي العجقة يعني آخر ساعة ساعتين بتكون عجقة يعني غير الأيام العادية، وجبة رئيسية بس، ولكن كونه برمضان الأكلات متنوعة وكذا فبيختصر إنه يكون مثلا صحن تسقية صغير، صحن الفول صغير هيك مشايد حال يعني، بس أما هي أكلة أساسية وفيها مثلا كونه زيت زيتون او سمنه، هي دسمه يعني تعتبر وجبه رئيسيه بحكم تنوع الطعام برمضان، فيختصر على كميه قليله يعني. بتاعت الشام معروفين ما شاء الله طباخين يعني، بس احنا هون عادي يعني قبل بنهار بننقع الفول وهيك لحتى يستوي، ودائما يعني الطحينه هي الماده الاساسيه الرئيسيه يعني بمحلات الفول والحمص. الفرق انه هون في اعتناء يعني كونه في عالم في زباين يعني بيدققوا احيانا الواحد، فهون في العنايه بتكون زايده عن حدها. بالبيت يعني بيمشي الحال يعني اذا ناقصه شغله كذا، بس هون ضروري انه مثلا يكون العيارات بالنسبه للثوم والحمض يكونوا يعني متناسقين. هلا كل واحد سبحان الله كل زبون له ذوقه، يعني في ناس تقول لك بلا ثوم ثاني يوم مثلا رمضان نروح على التراويح كذا هيك بلا ثوم، في ناس تقول لك كثر لي الثومات يعني واحد يتمضمض كذا بفرش اسنانه بيروح الحمض، في ناس نفس الشيء كمان، في ناس بقول لك اخي كثر لي الحمضات، كثر لي البدوي، الطحينه، الطحينه ماده اساسيه ومحبوبه كثير، بيحبوها كثير يعني كثر لي الطحينه اكثر شيء هيك، اساسيه المسبحه، اساسيه المسبحه وخاصه على السحور. الفته والفول من الاطباق يلي منظرها بيشهي وطعمها لذيذ. بشهر رمضان لاعتباره بتفيد الصائم فبتزيد طاقة الجسم وبتمده بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة يلي بيحتاجها. يعني كل يوم حنجوعكم
أنا بطلت بأكلة شكل يعني ما عاد بدي يعني الحلوين حلوين نرجع نذكر دول الأكلات وهيك بنعطيكم كمان اقتراح يعني بركي هيك تعمل شي أكلة جانبية قدام الأكلة الرئيسية اللي أنت عاملينا. بكل أحوال بالشهر الفضيل أكيد بيتغير نمط حياة الصائم خاصة بما يتعلق بمواعيد الطعام ورمضان ممكن يتيح لنا فرصة لحتى نبني نظام حياة صحي يساعدنا إما بفقدان الوزن أو ضبط مستويات السكر وغير العديد من الفوائد. معناها رمضان مو بس لنجوع ونعطش، رمضان لننظف جسمنا، ننظف الكبد، ننظف الكليتين، وهذا الشيء مرتبط حصرا باستعدادنا للالتزام بقواعد التغذية الصحية ونعرف شو ناكل على الفطور وعلى السحور. ضمن برنامج رمضان بيجمعنا رح نهتم بالجانب الصحي والتغذوي ونفصل فيه بحلقات جاية بما يخص قواعد صيام المرضى بمختلف الأمراض، ومنتمنى لهم صحة وسلامة طبعاً، ويمكن للأسف ما بيقدروا يصوموا أو بيصوموا بطريقة خطأ. تماماً ورد، يعني اليوم وببداية الشهر رح نحكي عن قواعد تغذوية عامة بتخص صيام شهر رمضان لحتى نحافظ على صحتنا ونتجنب أي ضرر ممكن يمس فيها. وصارت معنا ضيفتنا اختصاصية التغذية داليا حسامة. صباح الخير داليا. يسعد أوقاتكم. أهلا داليا. كل عام وانت بخير. رمضان كريم. نعاد عليكم يا رب. باب التواصل مع المشاهدين الرقم بلش يظهر أسفل الشاشة فوق لوجو رمضان بيجمعنا، يمكن هو 9342 هذا هو رقمنا إذا لساته نفس رقم صباح الخير. كل عام وانت بخير مرة تانية. وانت بخير. أنا عم صوم بس جسمي عم حسه متعب مرهق، هذا الحكي اللي رح نسمعه بعد 10 أيام. تمام. من هلأ شو الأخطاء المرتكبة خلال الصوم تغذويا وشو اللي لازم نعمله؟ بالبداية الصائم لما بينقطع ساعات طويلة عن الأكل وعن الشرب فهو بحس حاله مجرد ما أنه أدن هو بده يأكل بده يشرب بده يعمل تنوع، كل شيء هو اختصره خلال ساعات لصيام بدي عوضه أنا خلال هالكم ساعة، فهون بيصير بفوت الجسم بحالة تخمة بحالة تلبك معوي. بدل ما هو يعوض نقص الطاقة اللي صار معه هو رح يفوت بشي تاني أنه الجسم رح يصير في داون لأنه الدم رح يروح هالمعدة وما عاد يقدر لا أنه يصلي ولا أنه يعمل رياضة ولا أنه يعمل أي شيء. فلهيك نحن مفروض كتير نكون حريصين ونعمل ترتيب للوجبات وللأصناف وللكميات حتى نعرف نحن شو عم ندخل لجسمنا نعوض هذا النقص اللي حصل خلال ساعات الصيام الطويلة. أوكي، ونحن هذا اللي بدنا نعرفه منك هيك يعني. تمام. بالتفصيل حنروح ولا خطوات عملية لكل حدا أكيد. تمام. عم يتابعنا في قواعد أساسية لازم نلتزم فيها سواء كفطور أو حتى كسحور. تمام. حبي شو نبدأ أول؟ بالفطور. هلأ بداية الدم مفروض الشخص ما يبلش بالمواد الدسمة، نحن مفروض نبلش فطورنا لحتى نكسر الصيام بثلاث تمرات. التمر يعتبر هو مصدر لسكر طبيعي بيحتوي على نسبة عالية من الألياف من البوتاسيوم من الصوديوم من جميع الشوارد يلي فقد الجسم، فلهيك أنا باخذ ثلاث تمرات بعمل تهيئة لجهاز الهضم لأنه هو يستقبل الوجبة الرئيسية. بنطر وباخذ أكيد كوب من المي، طبعا أهم شيء أنه الواحد يشرب المي ببطء يشربها على دفعات، مثلا أدن بشرب كوب مي بعد بربع ساعة برجع بشرب كوب تاني، ما فورا 3-4-5-6 كاسات ورا بعض، هاي كتير غلط لأنه هو هيك ما عاد يقدر يأكل شيء بعدين. بلش بثلاث تمرات بعدها بيريح شوي، منبلش بعدها بطبق الشوربة حتى نعود نقص السوائل اللي صار عنا. بس بخص بالذكر أنه مفروض أنا دائما اختار أصناف الشوربة مثل شوربة الخضار شوربة العدس اللي ما فيها كتير كالوريز لأنه ما فيها كتير أملاح، كمان شوربة الدجاج شوربة الشوفان كمان هي رح تقدر تعوض له النقص كمان بالبروتينات بالألياف بالنشويات المعقدة. تماما. هلأ نوعد كل المشاهدين أنه بالفقرات التغذوية اللي رح تجي وخاصة اليوم ما رح نكون غير على أرض الواقع. تمام. نحكي قصص تغذوية بالمنطق بمتناول الناس. اليوم للأسف بعض الناس مو بمقدورهم ينوعوا بالأصناف ولذلك رح نكون نحن من الناس وفيهم. اتصال أول صار جاهز. محمد من ريف دمشق، كل عام وأنت بخير يا محمد، رمضان كريم وأنت بالخير. أهلا وسهلا فيك، سؤالك تفضل. سؤالي مريض الضغط ومريض السكري شو لازم يتناول ايام شهر رمضان المبارك؟ الضغط مضبوط السكري مضبوط حتى تقدر تساعدك اختصاصية التغذية؟ في ادوية
في أدوية عم ياخذ أدوية معافى يا رب. رح تسمع الجواب. كل عام وانت بألف خير. تفضل. تمام. السكر مضبوط والضغط مضبوط عنده وأموره كلها تمام. هلا كمريض سكر أكيد فينه يصوم إذا قدران يسيطر على مستوى السكر، لأنه هو هيك بيتعامل معامل شخص طبيعي. أنا قدران بالدواء وبالحمية إني سيطر على الموضوع. أهم شيء إنه حدد كمية النشويات اللي أنا عم دخلها لجسمي. مثلا إذا شخص مثلا ما عرفنا العمر ما عرفنا تفاصيل، بس كإن جنرال يعني بشكل عام مثلا ممكن ياخذ حصة نشويات اللي هي عبارة عن 4 معالق رز تمام. حجم وسط تقريبا. على السحور بناخذ رغيف اسمر. بنحاول قد ما فينا السناك ما يكون حلويات، لانه اكيد مريض السكر ما فينه ياكل حلويات على كيفه، فبنحاول نعوض السكر بسكر فواكه مثلا تمر، زبيب، عصير فريش، هيك هو اموره تمام وراح يضل سكره مضبوط تماما. يعني فهدول بنراعي هي الامور تماماً. اكيد لكل مرضى السكر اللي عم يتابعونا. في معنا اتصال كمان جديد معنا مايا. صباح الخير. انا لساتني بصباح الخير. هلا هلا وحياتك يا معظم مالك. انا يا جماعه احنا معودين على صباح الخير. جمله وبعدين بسلمك الاتصال. وحياتك معظم الناس هلا كانوا عم يفوقوا. والله احنا فايقين من زمان. انا اخذ علي جو صباح الخير. مساء الخير، ما في فرق بيناتنا. مساء الخير يا مايا. رمضان كريم ينعاد عليكي ان شاء الله. وعليكم بالخير يا رب. تفضلي. بدي اسال لو سمحتي سؤالين. اول سؤال، شو في مشروبات ممكن تعطي طاقه على السحور؟ انا سمعت تمر وشوفان وحليب، بس ما بعرف شو صحه الموضوع. اوكي. ثاني سؤال، شو ممكن نعمل شيء مثل نظام غذائي مصغر مشان ما ننحف، لانه انا اصلا نحيفه. تماما بالضبط. بالبدايه رح نحكي عن المشروبات. المشروبات عندنا الحليب هو يعتبر كتير خيار جيد، رح يقدر يعطيني نسبة منيحة من السوائل من البروتين اللي هي رح تمدني لساعات طويلة وتخفف الشعور بالتعب وتعطيني رطوبة لجسمي. سمع. غير عن هيك العصير الفريش الطبيعي كمان، أي نوع من العصير كمان أنا فيني أعتمده. فيني كمان مثلا أعتمد اللبن كمان. في كتير أشخاص بتضايق من الحليب، فمن قال لهم توجهوا لللبن، كمان هو يعتبر خيار جيد. ممكن مثلا التمر الهندي كمان هو خيار يعتبر جيد كتير. أوكي. ونعمله نحن بالبيت، يعني إذا ممكن جابوه برا يكون كتير مضاف له السكر. العرق السوس كمان كتير منيح، كمان فينهم ياخدوا على السحور. تمام. هي عنا هي عطتك خيارات كتيرة يا مايا. كمان حكت مايا على السؤال اللي عن جد كتير ناس تعاني منه. تماماً. أساساً يعني نحيفين، ولما بيجي على وجبة واحدة وهيك فبتلاقي صار عنده النحافة بزيادة، فهون شو تماماً. هلأ نحن مثل ما حكينا بدنا نحاول نلتزم بثلاث وجبات بس للشخص يلي جسمه عم بيحرق أكتر، لأنه هون في من شخص لشخص بتفرق. في أشخاص مثلاً جسمهم بيحرق أكتر من أشخاص، فنحن هون بنرفع الكمية. بس الأساس بالموضوع أنه نحن نعطي الجسم احتياجاته من النشويات المعقدة، من البروتينات، مشتقات الحليب والألبان، حصص الخضار والدهون الصحية. فينا هي تركز بهي الحالة أنها تختار كمصدر للدهون الصحية. أنا ما بروح بقلها خدي سكريات، سكريات مصنعة رح تنضر هي فيها. لا، تركز على المكسرات مثلا، تركز على زيت، على الزيتون كمان هو خيار جيد، دهون صحية وبيعطيها كالوريز. تركز على الأفوكادو، تركز على زبدة البينوت، زبدة الفستو أو زبدة اللوز مثلا، لأنه هي أقل ملوحة فما بتخليها تحس بالعطش. قد ما فينا تحاول تزيد مثلا حصص الفواكه، تزيد حصص البروتين. هلا هو اكيد في ناس بيفقدوا شهيه، في ناس بيفقدوا شهيه برمضان، عن جد ما عاد لهم نفس للاكل، خاصه هلا بلشنا رمضان بصيف. تمام. ضلينا منخفضات هلا يعني رب العالمين اول يوم رمضان قلنا خذوا 33 درجه الحراره. الحمد لله. هيك الفوائد للصيام بتصير اكثر علينا كمان مشان نحس بثوابه. هلا هي موضوع كل شخص، شخص عن شخص بيفرق على حسب هي وزنه. نحن بدنا نحدد لها الكميات، بس مثلا كشخص حابب ينحف نحن بنقول له مثلا خذ حصه نشويات على الفطور وحصه على السحور، وبين بين الفطور والسحور ممكن نعطيه كمان وجبه صغيره. طبعاً. هي بتتكون من النشويات المعقده، ممكن مثلا هلا رح نحكي كمان شو مفروض على السحور ناخذ. تماما. شوفان مثلا. أوكي. بسكويت شوفان كيف فينهم يعملوه بالبيت، كيف فينا تركز على سلطه الفواكه. طيب مثلا حتى نلحق ناخذ كل هالامور، اسمح لنا نرجع ناخذ اتصال جديد من يوسف. تماما. يوسف كل عام وانت بخير من دمشق، اهلا وسهلا فيك يا يوسف. وانت بألف خير يا رب. اهلا وسهلا فيك. كلياتكم امين يا رب. سؤالك تفضل. هلا وقت بفطر انا يعني تجاني معدتي تمام، يعني وانا كلاعب حديد شو لازم اكل؟ كلاعب حديد. تعال اقول لك قديش وزنك وطولك على السريع. صار وزني هلا 100 100 100 و
لا 70 70 70 قديش صار لك عم تلعب حديد؟ هلا هي السنة الأولى. اوكي، يعني خلينا نقول نحن عم تأسس حاليا. رح تسمع الجواب فورا، وبرافو انه مهتم بهالموضوع. رمضانك كريم. تماما. هلا بشهر رمضان بقول لكل الرياضيين اللي عم بيعملوا بودي بيلدينج انه نحن نحافظ على كتلتنا العضليه، لانه انا هون هو الشخص ما فيك تبني. تماما ما فينه يبني نشف. لانه هو الشخص تمام لانه هو الشخص ما عم بيفقد سوائل كثير، فما فيني ارفع نسبه البروتين، بصير في عندي مشكله على الكلاوي. فلهيك انا بحاول اعطيه نسبه طبيعيه، وبعد رمضان ممكن نقدر نرفع، بس انا بدي حافظ. النسبه الطبيعيه من البروتين هي 20% من الاحتياجات الجسم، فلهيك انا فيني وزعها مثلا على وجبه الفطور. ممكن اخذ مثلا كشاب رياضي مثلا 120 جرام دجاج او لحمه او سمك، ما بتفرق. على السحور كمان فيني انا اعطيه تقريبا ما يعادل 3 بيضات، 60 جرام جبنه، كوب حليب، وبين الوجبات كمان باخذ حصه بروتين، باخذ مثلا ممكن لبن او حليب مثلا. تمام يعني هي هيك اعطيتيهم فكره عامه خلينا نقول ان جنرال. تمام، لكل حدا هيك مهتم بالبودي بيلدينج كثير. طيب خلينا نرجع لنا نحن الاشخاص اللي حابين انه يعني يكون رمضان متوازن، خلينا نقول بالنسبه لنا، بس ما بدنا نسمن. تمام، بدنا نحاول قدر المستطاع نضبط يعني موضوع انه ما نسمن، بس في حلو دائما لازم دائما يكون في حلويات بهي الفتره ما بين الفطور والسحور، فبتكتر والواحد بصير يعني تكتر المغريات. تكتر المغريات ما في شك يعني. طب خلينا نحكي عن الكميات المسموح فيها للشخص الطبيعي، انه بس نحن نضل محافظين على وزننا. تماما. هلا حسب نوع الحلو، يعني حسب نوع الحلويات المتوفره، بس بالمجمل الشخص مثلا ما يحرم حاله، بس بنفس الوقت ما يتجاوز مثلا اذا كان عم بياكل مثلا الحلو الشرقي مثلا 3 قطع صغار. تمام، انا بس بحاول انصح المشاهدين انه حاولوا قد ما فيكم تعملوا حلو بالبيت، مثلا مثل الرز بحليب مثلا، مثل بسكويت الشوفان، هو بتحضرها بالبيت، بتستخدم بدال السكر الصناعي، ممكن نستخدم العسل، ممكن نستخدم السكر البني. ناخذ مثلا كحد اعلى قطعتين من كل مثلا صنف حلو، ما اكثر من قطعتين صغار. والله يعني ايه، بس الواحد يكون شوي عنده اراده. نعم. هلا حسب الصنف، يعني الخيار عن خيار بيفرق. في اصناف بتخدع، في اصناف طعمتها حلوه وطيبه تمام وحجمها صغير، فبياكل الواحد قطعه وعشرة وخمسة مزبوط وبينسى حاله. ما فينه يحاول ياخذ السكر من مصادر الطبيعيه، من التمر، من الزبيب، من التين، مثلا من العصائر الفريش، الفواكه مثلا. طبعا. كمان كثير منيح له. اوكي، يعني معلومات اكيد كثيره عرفناها منك لكل حدا يعني هيك عنده تساؤلات حول هذا الموضوع. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لاستضافتكم. شكرا رمضان شكرا داليا، ورمضانك كريم. اهلا وسهلا فيك. يعني مشاهدينا، اليوم كان اول يوم برمضان، برجع بذكر حنكون آية وانا يوميا معكم على 4:30 للستة تقريبا، وحتسبقنا الشيف تهامة بأكلاتها وطبخاتها اللذيذة. خليكن على قناة سما الفضائية، لأنه سما منكن وفيكن. نحن منشوفكن بكرة. ضلوا بخير. ضلوا بألف خير.